اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عمرو، برضو قبل بس مسألك عن مانويل والفتره اللي كنت فيها موجود مع مانويل، انت جبت جوان برجلك اليمين؟ جبت جون في المقاصه السنه اللي فاتت، بس المقاصه والحرس. جبت جون حلو برضو الحمد لله. والله ازاي مع ان انا عارف ان هي لا ما فيش موجود، هي من عند ربنا. جات لي كده متشيطة لقيتها جون، قلت طب الحمد لله من عند ربنا. من عند ربنا، من عند ربنا. ارجع تاني اخدك للفتره اللي كان فيها مانويل جوزيه مدير فني. يعني انت بتتكلم عن حسام عاشور، وهو واحد من الناس اللي ساعدت حسام عاشور جامد جدا ان هو يبقى موجود في الفرقه لغايه لما مشي من النادي الاهلي. ايه اللي حصل ايامك؟ انت مين اللي كان بيلعب في الوقت ده؟ انا مختلف، انا مختلف عن حسام عاشور. حسام البوزيشن بتاعه ما كانش فيه كتير، اللي هو الديفيلوبر. كان هو وشوقي وحسن. كان هو وشوقي وكابتن نادي خشب. كابتن نادي كان بيبطل. كان كبر بقى. فكان كابتن مستر جوزي كان بيحب حسام، طريقه لعب حسام برده السهل الممتنع، بيدافع كويس جدا والسهل الممتنع، والباص لمسه الوان تاتش والتو تاتش. انا قصه ثانيه. كان مين بقى؟ كان في غيلان. مين؟ كان جلبرتو ومحمد عباب الله يرحمه. الله يرحمه. وكان ساعتها كابتن محمد عماره، ولما طلعت كان هو موجود واحمد ابو مسلم. اربع لعيبه وانا اصغر واحد فيهم. فخد فكانت العمليه صعبه. صعبه جدا. صعب. وكمان كابتن مسامون جوزي كان بيلعب بثلاثه اربعه ثلاثه، يعني ثلاثه اربعه ثلاثه. فهو لعيب واحد بس هو اللي يبقى ناحيه الشمال، مفيش بقى باك وهاف زي دلوقتي مثلا باربعه اربعه اثنين مثلا في باك وهاف. لا، هو كان بيلعب بثلاثه اربعه ثلاثه. فمثلا كابتن سام هو ياخد الخط كله، جلبرتو ياخد الخط كله، فواحد بس من الاربعه او من الخمسه يلعب. فكان موضوع صعب جدا. موضوع صعب جدا. وكمان انت كان معاك جيل، يعني كنت بتمرن مع جيل تقيل قوي يا كابتن، تقيل لعيبه تقيل. انا اصلا مجرد ان انا انزل التمرين معاهم ده حلم بالنسبه لي. طبعا يعني انت اتمرنت مع عماد النحاس مثلا؟ طبعا. عماد النحاس لما بتشوفه بقى هو كمدير فني للمقاولين وانت بتلعب، بتحس بايه؟ يعني دايما كل ما بيشوفني يعني بقابله يقعد يقول لي خد بالك انت لقيت معايا، خد بالك انت لقيت معايا. كابتن عماد بصراحه يعني خدها واحده واحده. كابتن عماد عامل شغل كويس، كبير قوي بصراحه. وخدها واحده واحده في اسوان، بدا في اسوان، بدا هو يعني هو اللي عمل خد بالك. كابتن عماد تعب يعني، خدها في اسوان وبعد كده مسك طنطا وبعد كده مسك الشرقيه وبعد كده راح المقاولين. كانت المقاولين بتنافس على الهبوط، بقى له اربع سنين دلوقتي مع المقاولين عامل نتائج هايله بغض النظر عن السنه دي. ده طبيعي لما تبقى انت واصل لليفل. هو سنتين او ثلاث سنين مسك معاهم ثلاث سنين. لا، وكمان كابتن عماد راح والفرقه كانت ماشيه وحش، ماشيه وحش، الدنيا اتعدلت السنه اللي فاتت. السنه دي الدنيا مش قوي جدا. بعد كده الموسم الثاني خد رابع دوري، والسنه دي كان برده بنفس الهبوط بس لحق نفسه في الاخر يعني. بس ده طبيعي يا كابتن اسلام، الفرقه اللي مش جماهيريه طبيعي لما توصل لاعلى. وبعدين ساب لعيبه كتير. طبعا. وطبيعي لما توصل لاعلى حاجه السنه اللي بعديها ممكن اللعيبه يبقى عندها ما عندهاش النشوه بتاعت اللي انا نافس، عشان انت ما وراكش مفيش جمهور. ايوه مفيش جمهور هيحاسبك يعني، مفيش ناس هتحاسبك. فهو هو ايه، وصلت لاعلى حاجه بالنسبه لي، فده طبيعي. فانا برضو شايف ان نادي المقاولين القرار اللي هو كابتن عماد يستمر ده قرار يعني حلو جدا جدا جدا.